مرحبا أصدقائي بهذا الفيديو رح نحكي عن أو رح نكمل عن توبيك 2 بارت 2 الجزء الثاني إي كوميرس بزنس انفراستركتشر رح نحكي عن البنية التحتية للأعمال والتجارة الإلكترونية طيب آه رح نحكي عن الإنترنت انفراستركتشر أو البنية التحتية للإنترنت رح نحكي عن إنه الإنترنت جروث هاز بومد وذاوت ديسربشن يعني انه الانترنت من يوم ما طلعت هالتكنولوجي تبعت الانترنت استمرت ازدهرت انتشرت اتوسعت وذاوت ديستربشن بدون ما يكون فيها اي نوع من انواع الانقطاع الاسباب انه كان في عندك الكلاينت سيرفر كومبيوتنج موديل اوكي هذا يعتبر من الاسباب المهمه جدا أه، وانا شرحتها في بارت 1 في الجزء الاولاني ممكن انكم ترجعوا لبارت 1 او الجزء الاول بهذا الموضوع اوكي okay. السبب الثاني هو الاور جلاس لايرد اركتكتشر طيب الاور جلاس لايرد اركتكتشر بنقسم للنتورك تكنولوجي ترانسبورت سيرفيس ميدل وير سيرفيس ابلكيشنز طيب خلينا اشرح لكم اياها بالشكل الموجود امامنا هذا الفيجر 2.10 هذا مهم جدا بيحكي عن الاور جلاس موديل اوف ذا انترنت طيب راح نشوف احنا من خلال الدياجرام الموجود امامنا انه ينقسم الى 4 لايرز عندك لاير 1 2 3 and 4 هلا لاير 1 بحكي عن نتورك تكنولوجي اوكي يعني مثلا بنحكي عن الفايبر اوبتيك بنحكي عن الاي دي اس ال بنحكي عن الساتلايت بنحكي عن الوايرلس بنحكي عن لوكال اير آه، نتورك كلياتها بنشوف انه مثلا موضوع الوايرلس عم بتطور من يوم ما طلعت هاي التكنولوجي آه خلينا نحكي صار في تطور رهيب جدا في موضوع الواي فاي صار عندنا تطور في موضوع الفايبر اوبتيك بنيجي على لاير 2 مثلا بحكي لك على ترانسبورت سيرفيس بنحكي انه في عندنا نقطتين مهمات اوريدي انا شرحتهم برضه سابقا اللي هي ترانزميشن كنترول بروتوكول وانترنت بروتوكول فيرجن 4 اند فيرجن 6 كانت من اهم الاسباب اوكي النقطة الثالثة لاير 3 اللي هي الميدل وير سيرفيس اوكي يعني انت هون بتحكي على اللي هي البرامج الوسيطة مثلا بتحكي على اللي هي ستورج خلينا نحكي مثلا صار في عندنا الآن كلاود كومبيوتنج بتحكي على موضوع السكيورتي بتحكي على موضوع الاوثنتيكيشن نيجي على لاير 4 اللي هي الابلكيشن يعني مثلا انت صار عندك الويب براوزر منتشر عندك جوجل كروم في عندك مايكروسوفت ايدج في عندك سفاري في عندك فايرفوكس الايميل كلاينتس بتحكي على اللي هي ستريمينج مالتي ميديا ميوزك فيديو اي شيء من هذا القبيل بتحكي على الايمج سيرفر اوكي كلها من الاسباب اللي خلت انه تكنولوجيا الانترنت عندي تستمر وتزدهر وتنتشر بدون ما يكون عندي ايش ديسربشن انقطاع طيب نيجي نحكي على الانترنت باك بون بحكي لك انه كومبرايزد فايبر اوبتيك كيبل 100 اوف جلاس ستاند ستراندز ذات يوز لايت تو ترانسميت داتا انت هون بتحكي انه الفايبر اوبتيك اللي هي الالياف الضوئيه اوكي بتحكي على 100 اوف جلاس ستراندز اوكي يوز كانت او خلينا نحكي تستخدم لنقل ايش الداتا في نقطه مهمه جدا انه هي الانترنت باك وتحديدا الفايبر اوبتيك اوكي okay? لاج فري كونكشن شو يعني لاج فري كونكشن يعني انت الكونكشن عندك ستيبل اوكي ما في اي تاخير ما في اي انقطاع فبالتالي انت بتحكي على موضوع السرعات انه faster speed اوكي وبتحكي على انه greater bandwidth greater bandwidth انا بترجمها لنقطتين مهمات اللي هي higher data transfer اوكي عمليه الداتا ترانسفير بتلعب في موضوع السبيد بكون عندك عالي جدا واللي هو shorter download times يعني ال الداونلود سبيد يعني انت عارف بالانترنت دائما في عندك الابلود والداونلود صح ولا لا؟ هلا في موضوع الداونلود بالنسبه لللارج فايلز صارت العمليه سريعه جدا والوقت صار عم بكون عندي ايش اقل اوكي؟ طبعا ثينر لايتر كيبل ليس انترفيرنس وبتر داتا سكيورتي طيب اكيد نيومرس برايفت نتوركس فيزيكلي كونكتد تو ايتش اذر هلا الفايبر اوبتيك خلينا نحكي هو عبارة عن كيبلات وتحديدا بين الدول بتم استخدام كيبلات ضخمة جدا للداتا ترانسفير أو لنقل الداتا تمام عادة بتكون أندر سي تحت البحار أو تحت المحيطات أو من خلال إيش الستلايت طيب الآن بدنا نحكي عن الانترنت سيرفيس بروفايدر انترنت سيرفيس بروفايدر اللي هم اللي بيزودوا في خدمات الانترنت طيب هلا ليز انترنت اكسس تو هوم اونرز سمول بزنس يعني انت ممكن تشترك في الانترنت مقابل مبلغ مالي حتى يكون عندك اكسسبيلتي للانترنت مثلا للاشخاص اللي هم العاديين اللي هم مثلا اشتراكات المنزليه او لا اللي هي الشركات صح ولا لا؟ طيب في عندك هون لارج بروفايدر، لارج بروفايدر مثلا خلينا نحكي زي اي تي ان تي زي ما بتحكي على شركه فيرايزن اه كلها شركات كبيره جدا في اه موضوع تيليكوميونيكيشن وتقديم خدمات الانترنت. برضه ممكن يكون في عندك سمولر لوكال بروفايدرز يعني شركات برضه ممكن تكون محليه او شركات صغيره. طيب ركزوا معي شوي انا هون بهمني نعرف في موضوع السيرفس في عندنا اللي هو النارو باند والبرود باند هذا الشكل الموجود امامنا هون بوضح لنا النارو باند اوكي والبرود باند سيجنال عاده السيجنال تتعرض ل خلينا نحكي للنويز اللي هي ممكن يصير في تاثير على السيجنال وبالتالي بياثر على الكواليتي اوف داتا ممكن يصير في عندك انتربشن في عمليه الترانزميشن طيب هلا انا بدي اياك تعرف مصطلحين مهمين اللي هم النارو باند سيجنال والبرود باند سيجنال هلا النارو باند سيجنال من حيث هذا الشكل اللي هو يمثل اللون البنفسجي انه بحكي لك اونلي سوري كفر اونلي ا سمول فراكشن اوف فريكونسي اوكي يعني اذا بتشوف المساحه اللي هو بغطيها من الترددات اللي هي بتشتغل على الطيف اوكي okay. Small fraction. لكن لما تيجي تحكي على برود باند سيجنال هو اوكيوباي ا fairly لارج بورشن يعني بياخذ حصه كبيره جدا اللي تمثل اللون الاحمر طيب نيجي برضه نحكي عن الاسيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو الاي دي اس ال الاي دي اس ال -ADSL سابقا اللي هو قبل فكرة الفايبر أوبتيك مثلا في الاشتراكات المنزلية انت لو عندك هنا يمثل هنا عندك جهاز الكمبيوتر اوكي هنا راح يكون في عندك كيبل اللي هو الايثرنت فور اكزامبل راح يكون رايح على جهاز المودم هذا جهاز المودم اوكي من خلال اللاين اللي يمثل باللون الاصفر وفي عندك اللي هو تو لاينز طالعين من المودم، واحد اللي هو الباور اللي هو تبع الكهرباء اللي احنا شايفينه هون امامنا، وفي عندك كيبل ثاني رايح على اللاند لاين، اوكي اللي هو الخط الارضي. وهذا الخط الارضي في عندك زي قطعه هيك بتركب في في الحيط، اوكي بسموها الفلتر، هلا في لها تو بورتس، هلا في واحد كيبل خاص بجهاز التليفون العادي، وكيبل رايح على المودم. هلا الفكرة انه كانت الـ الاشتراك بالانترنت من خلال خط التليفون تمام والفلترنج هون مشان موضوع النويز اللي هي ممكن تاثر على الكواليتي اوف انترنت اللي هي جوده الانترنت وتحديدا نحكي على سرعه الانترنت يمكن الاي دي كانت السرعات محدوده جدا انت كنت تحكي على سرعات 1 ميجا و2 أو ميجا اوكي يعني انت بتحكي في البدايات انت بتحكي على فترة زمنية كانت لسه مرحلة الانترنت والتطور اللي احنا شايفينه الان بعام 2024 مش زي قبل 20 سنة طيب نيجي نحكي على الكامبوس والكوربوريت اريا نتورك هلا في عندك اللي هي اللوكال اريا نتورك اوبريتنج وذن اللي هي بنختصرها بكلمه لان ال اي ان اوكي، okay. local area network within single organization such as مثلا نيويورك يونيفرسيتي او مايكروسوفت كوربوريشن. على ليز internet access directly from regional and national carriers. اوكي، okay. يعني انت ممكن انك تستخدم الانترنت او تشترك بالانترنت من الشركات المحليه او الشركات الاقليميه. طيب بدنا نحكي عن الموبايل انترنت أكسس. في عندك تو بيسك تايبس للوايرلس انترنت اكسس اوكي okay. على تو تايبس انه من خلال التليفون بيست Such as mobile فونز smartphones فونز والكمبيوتر network بيست اللي هي الوايرلس لوكال اريا نتورك وايرلس اوكي ايش لوكال اريا نتورك بيست طيب هلا بالنسبه للتليفون بيست وايرلس انترنت اكسس مثلا انت بتشوف يعني بالمختصر مفيد الانترنت اكسس من خلال التليفون من خلال الشركات الاتصالات ممكن نحكي مثلا زي شركة أورنج على شركة أورنج ممكن في السابق تعطيني خدمات لل 3G عملوا أبجريد للنتورك صارت 4G 5G بعدين راح تشتغل على 6G هاي الأبجريد القادم اوكي طيب هلا نحكي 3G 4G 5G 6G هون بنحكي على ايش هاير باندويث اوكي الهاير باندويث هون مربوط بالسرعه انه السرعه عندك بتزيد ريتشينج تو 10 إيه جيجا بير سكند اوكي اب اور مور يعني من 10 خلينا نحكي لأبتو تو 20 أه جيجا بير سكند تمام طيب إيه م... نيجي نحكي عن الوايرلس لوكال اير نتورك لكن خلينا نحكي على كلمه الواي فاي انا بهمني تعرف شو يعني كلمه واي فاي وهي كلياتها بنستخدم صح ولا لا يعني انت دائما بتحكي في عندك واي فاي بدي اشبك على شبكه الواي فاي هي وايرلس فيدلتي هلا هاي الرينج تبعها شورت يعني اب تو 5 كيلو اوكي طبعا هاي سبيد فيكس برود باند وايرلس طبعا في عندك الاكسس بوينت اللي هي الهوت سبوت مثلا وخصوصا خلينا نحكي في اجهزه السمارت فون احنا كلياتنا بنستخدمها ممكن انت من خلال جهازك التليفون يصير عباره عن هوت سبوت وتخلي اجهزه ثانيه تشبك على جهازك الرئيسي اللي هو التليفون من خلال اللي هي الهوت سبوت طبعا ليميتد رينج اوكي وان اكسبنسيف كطريقه لكن لما يجي نحكي مثلا النوع الثاني اللي هو الواي ماكس الواي ماكس الرينج تبعه اب تو 50 كيلو متر 50 كيلو متر هون بنحكي على شو بنحكي على اللي هو اللي بنختصرها بكلمه زي هون حكينا كلمه لان هون كلمه مان مان اللي هي متروبوليتن اريا نتورك متروبوليتان اريا نتورك هلا انا بروفايد اكيد هاي سبيد انترنت اكسس ان رور اند اندر سيرفد اريا وير تراديشنال واير اوكي برود از نوت افيلبل هلا بعد شوي راح نشرحها اكثر الواي ماكس نوضح الفروقات لكن انا الواي ماكس انا ممكن استخدمها داخل سيتي داخل مدينه هلا الواي فاي انت ممكن تستخدمها في بيتك ممكن تستخدمها مثلا بعمارة ممكن تستخدمها في مبنى معين لكن الواي ماكس الرينج تبعها اب تو 50 كيلو معناته انا بحكي على مثلا مدينة بحكي على سمول تاون وتحديدا انا ممكن استخدمها بالاندر سيرفد اريا لما تحكي انت مناطق ريفيه بعيده مناطق نائيه ما فيش عندي كابلات اللي تراديشنال وايرد مشان مثلا ممكن نحكي كخطوط اتصالات واير مش متوفرة عندي فبلجأ لهي الطريقة وبرضو اللي هي الطريقة اللي احنا كلياتنا برضو بنستخدمها اللي هي البلوتوث طيب هلا الشكل الموجود امامنا بيمثل هو الواي فاي نتوركس هون بحكي لك ذا كونكشن بتوين ذا انترنت اند وايرلس اكسس بوينت اوكي از ليبل از ليبل برودباند كونكشن تو انترنت هلا هاي شبكه الانترنت الخارجيه اوكي هلأ في عندك هنا اللي هو الوايرلس اكسس بوينت يعني مثلا زي الراوتر الموجود عندك في البيت اوكي هو عباره عن آآ آآ عباره عن اكسس بوينت للانترنت الخارجي هذا الاكسس بوينت هون ممكن تربط عليه اكثر من ديفايس يعني مثلا اللابتوب ممكن انت بتحكي السمارت فونز التابلت بتحكي توب، اي ديجيتال ديفايس يعني انت بتحكي مثلا لو عندك كاميرات مراقبه ممكن تشبكها عليه لو عندك مثلا سمارت ديفايسز اوكي لو نجي نحكي مثلا في موضوع الانترنت اوف ثينجز اوكي فراح يكون مربوطين على اللي هي الوايرلس اكسس بوينت اوكي ومن خلالها راح تدخل على شبكه الانترنت العالميه طيب من شوي انا حكيت لكم كنا نحكي على موضوع الواي فاي، برجع بذكركم الرينج تبعه up to 5 كيلو متر صح؟ وهون حكينا الواي ماكس up to 50 كيلو متر. هلا الواي فاي هو عباره عن local area network within a relatively a short range، اوكي okay? بتحكي within a building, a confined space, such as home. business سكول يعني داخل الشركات داخل مدارس داخل مؤسسات معينه مباني نطاقه الرينج يعني محدود اوكي او مثلا بتحكي public place مثلا تروح على كافيه بتفوت على مطار معين في عندك انترنت اكسس بوينت صح ولا لا يعني اللي هي دائما ايش الواي فاي وممكن يكون هذا الواي فاي فري تستخدمه او ممكن بحاجه الى مثلا باسورد تطلبه من الكافيه أو من الايربورت واتفر طيب هلا الواي ماكس هي برود باند اكسس هلا يوزنج او سوري يوزد فور بروفايدنج وايرلس داتا اوفر لونج ديستانس هون بنحكي على شورت ديستانس هون بتحكي على لونج ديستانس لما تحكي لغايه 50 كيلو ساتش از بروفايدنج انترنت كونكشن تو مالتيبل هومز ممكن تحكي انتر كونكشن اوف مالتيبل بيلدنجز بتحكي عمارات متعدده large compound بتحكي على compound ممكن كبير بضم بيوت كثيرة بتحكي على مساحات بتحكي على single large city بتحكي على مدينة كبيرة بتحكي على multiple cities أوكي okay? أو multiple towns اللي هو المدن الصغيرة على سبيل المثال أو اللي هي المدن الكبيرة ممكن إني أستخدم فيها إيش الواي ماكس وبرضه كمان حتى مش شرط انها تكون مدن نائيه، يعني مثلا اذا بتحكي انت في موضوع السمارت سيتي حاليا اللي احنا بنسمعه والتطور اللي احنا بنشوفه وحتى هذا الحكي برضه موجود في كثير بعواصم اوروبا وفي أو بلدان في اوروبا انك انت ممكن تكون ماشي في الشارع اوكي وتدخل على شبكه هاي طبعا البلديه تبعت هاي المدينه بتوفر لك اللي هو الانترنت المجاني فممكن تشبك على الببليك انترنت اوكي تكون فري فبالتالي هم رغم ذلك طبعا اكيد في عندك كيبلز وفي عندك فايبر اوبتكس لكن هاي تعتبر خدمه مجانيه من خلال استخدام اللي هي الواي ماكس طيب الان نحكي عن الانترنت اوف ثينجز هون نحكي عن انه اوبجيكتس كونكتد فيا سنسورز اوكي او اللي هي ار اف اي دي اللي هي راديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن للانترنت طيب خلينا نحكي يعني لما نحكي مثلا انترنت اوف ثينجز يعني انترنت الاشياء اول نقطه بدنا نحكي انه اني ديفايس اي ديفايس انت ممكن تشبك عليه صح ولا لا تمام واني بادي فروم اني وير فروم اني ات ات اني تايم اوكي فروم اني نتورك واني بزنس مزبوط ولا لا اذا بتشوف انت هون اللابتوب او التابلت او خلينا نحكي مثلا جهاز التليفون الموجود امامنا هون يعني في عندك هون السمارت ووتش ممكن سبيكر تبع سماعة ممكن هون بتحكي على ديفايسز مختلفة مثلا مايكروويف تلفزيون أي ديجيتال ديفايس أني ديجيتال ديفايس هون عم نحكي فيها أوكي أني ديجيتال ديجيتال ديفايس هو يعتبر من الانترنت اوف things لانك انت ممكن تتحكم فيه من خلال الموبيل ابلكيشن هلا دائما زي اي تكنولوجي دائما في عندك موضوع السكيورتي والبرايفسي از ا بيج تشالنج صح ولا لا تعتبر من البيج ايشوز ليش لانه انت هون الديجيتال ديفايسز بصير في عندك داتا ترانسفير وهي الداتا ممكن تكون عباره عن اكسس بوينت فور بريتشنج لعمليه الاختراق او بتسهل او خلينا نحكي بترفع من الاوبورتونيتي لموضوع البريتشنج، اوكي؟ فبالتالي اكيد هاي القضايا المرتبطه بالانترنت اوف ثينجز بتركز على موضوع السكيورتي اند برايفسي concern طيب، هلا الان هيك بعض الاسئله خلينا نحكي ممكن تشغل مخنا شوي في موضوع يعني حاول انك لو انت عم تحضر هذا الفيديو تفكر مثلا ار يو اور اني you know, using Apple Watch هل مثلاً بستخدم Apple Watch أو any smart watch if not, why not ليش ما بتستخدمهاش if so, what apps do you use most okay طيب what are the, the, uh, the potential benefits of wearable technology شو هي الـ benefits are there any disadvantages يعني بدك تشوف شو الفوائد uh, من مثلاً لبس الـ الساعة الـ smart watch وشو هي الـ disadvantage طيب are there any privacy issues raised by wearable technology هل في اي من نوع من القضايا المتعلقه بالخصوصيه والامن ممكن تزيد مع استخدام المتزايد للسمارت ووتش اذا في عندك اي شيء من هذا القبيل او في عندك اي اجابه يا ريت تكتب لي اياها في الكومنتس طيب نيجي الان نحكي على موضوع الويب هلا الويب هون فكره الويب اوكي الويب بيجز اللي هي صفحات الويب، خلينا نحكي الانطلاقه كانت بال 1989. اوكي، الويب انفنتد. طبعا انفنتد باي تيم بيرنر لي ات سي ار ان، هي الشركه اللي كان يشتغل فيها. اوكي، uh, ظهرت أنه فكره اللي هي الويب بيج والويب براوزر. هلا بدي اياك تعرف انه بال 1993 ذا فيرست ويب براوزر كان اسمه مزيك ويب براوزر. with graphic user interface with graphic user interface اوكي okay. طبعا invented by Anderson and others بالشركه اللي كانوا يشتغلوا فيها اللي هي National Center for سوبر Computing Application هلا هذا ممكن آه الفيرست ويب براوزر بيشتغل على ويندوز ماكنتوش او يونكس اند سو اون هلا بال 1994 كان ظهر عندنا برضه آه ويب براوزر اسمه نتسكيب نافيجيتر اوكي okay. هذا عباره عن فيرست كوميرشال ويب براوزر ذا فيرست كوميرشال ويب براوزر كان يعني اكيد كان في فيتشرز احسن من الفيرست ويب براوزر اللي هو المزيك نت سكيب نافيجيتور كان في عندك فيتشرز اكثر خلينا نحكي كان ويب براوزر نوعا ما عصري في ذلك الوقت وكان يعتبر زيه زي جوجل كروم الان انت بتحكي نفس الشيء او زي مايكروسوفت ايدج بال 95 صار عندنا مايكروسوفت انترنت اكسبلورر طبعا من شركه مايكروسوفت اللي هو حاليا يعتبر او غيروا اسمه لمايكروسوفت ايدج وبال 2008 ظهر عندي اللي هو الجوجل كروم طيب <applause> هون انا بعض الارقام تحكي عن الويب براوزر مثلا زي الجوجل كروم مور ذان 60% اوف بوث ديسكتوب اند موبايل ماركت اكيد استخدام اكبر بنشوف هون الارقام بتشير للجوجل كروم لو تيجي تحكي مثلا عن الانترنت اكسبلورر تحكي 12% بيستخدم الانترنت اكسبلورر اوكي وبالموبايلات برضه النسبه نوعا ما مش كثير مقارنه بالجوجل كروم الفايرفوكس مثلا بنحكي على 11% بالنسبه توب برضه الموبايل مقارب الى الانترنت اكسبلورر اه بالنسبه للسفاري هون بتحكي 4% بالنسبه للديسكتوب 27% بتحكي للموبايل تمام يعني هون بتحكي على مستخدمين اللي هم الاي او اس بالنسبه لابل اوكي بتشوف انه النسبه الاكبر اكيد رايحه باتجاه الجوجل كروم كأكتر اكثر اللي هو ويب براوزر يتم استخدامه جلوبالي طيب هلا بدنا نحكي عن الفيتشرز e ان ويتش ذا فاونديشن اوف اي كوميرس ار بيلت في عندنا بعض المزايا او الاساسيات اللي ساهمت في انتشار الاي كوميرس e وهي تعتبر جزء مهم من الاي كوميرس e والبزنس كمان اللي كوميونيكيشن تولز السيرش انجن داونلودبل اند ستريمينج ميديا تحكي على الويب 2 ابلكيشن سيرفيس تحكي على الفيرتشوال رياليتي اند اوجمانتد رياليتي تحكي على انتليجنت ديجيتال اسيستنت طيب خلينا نحكي فيهم واحده في واحده راح نبدا بالكوميونيكيشن تولز هلا بحكي لك بالكوميونيكيشن tools انه بموضوع الاتصالات بتحكي الايميل مثلا موست يوز ابلكيشن اوف ذا انترنت بتيجي بتحكي على المسجنج ابلكيشن اوكي والاونلاين مسجنج بوردز على سبيل المثال كل التطبيقات زي الواتساب زي الماسنجر على البلاتفورم ساتش از فيسبوك انستغرام يعني كلياتها بتتيح لك موضوع المسجنج وتبادل الرسائل النصيه طيب هلا انا في عندي هون انترنت تليفوني هذا برضه مهم جدا اللي هو بيتم اختصاره لكلمه فويد فويب هي هون عباره عن فويس اوفر انترنت بروتوكول كمان مره فويس اوفر انترنت بروتوكول طيب خلينا نحكي قبل الفيسبوك وقبل ما الناس تستخدم الفيسبوك في عمليه الماسنجر انهم يحكوا مع بعض او الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها الان خلينا نحكي مثلا بمرحلة بتوين مثلا 2006 7 إلى آخره أه، ظهر عندي فكرة اللي هي الفويب عبارة عن سوفت وير، هذا السوفت وير أنت راح تنزله على جهازك الكمبيوتر، أوكي؟ هذا السوفت وير كانت فكرته أنك أنت ممكن تعمل انترناشونال كولز وتشترك طبعا اشتراك شهري بالدولار بمبلغ يعني رمزي تقريبا مقارنة لو أنت بدك تحكي مكالمات دولية من خلال التليفون الأرضي في ذلك الوقت. اوكي فبالتالي انا بحكي لك على يعني بتحكي انت بال2006 و كان هذا يعني كان ترند في ذلك الوقت واستخدامه كبير جدا تمام وكان هون فكرته انه هو الفويس اوفر انترنت بروتوكول انه انا من خلاله بعمل مكالمات فقط فويس ما في عندي فيديو كولينج اوكي هلا صار في عندك هون فيديو كونفرنس بتحكي على الفيديو تشاتنج هذا اللي انت بتستخدمه في الوقت الحالي طيب لما يجي نحكي عن السيرش انجنز هون نحكي على محركات البحث بتحكي ايدنتيفاي ويب بيجز ذات ماتش كويريز بيست اون وان اور مور تكنيكس طيب ساتش از مثلا كي ووردز معينه بيج رانكينج تحكي also سير اللي هي شوبينج سوري شوبينج تولز اللي هي أدوات التسوق، أدفرتايزنج vehicles مثلاً إعلانات uh, متعلقة بالسيارات uh, ب مثلاً في عندك ثري بروفايدر مثلاً خلينا نحكي زي جوجل، زي بينج، زي ياهو. طيب خلينا أعطيكم مثال زي جوجل أنت ممكن تفوت على جوجل دوت كوم راح يطلع عندك السيرش بوكس هون بتحط أنت الكي وورد المناسبة مثلاً بتحكي عن شيء متعلق مثلا بالسمارت فون ممكن تحكي بتعمل بحث عن عن الانترنت بتعمل بحث عن اي شيء بخطر ببالك بالك هلا اللي انت بتكتبه هون هذا يمثل كي وورد اوكي يعني كلمات مفتاحيه ومن خلالها بصير في عندك هون بطلع لك 10 صفحات مثلا الصفحه الاولى فيها اكثر من موقع ريليتد للشيء اللي انت تبحث عنه لو انت حاب تشتري سياره فور اكزامبل فبصير يطلع لك صفحات عن السيارات واماكن بيع السيارات واعلانات عن السيارات اوكي طيب هلا في شيء اخر اللي هو البيج رانكينج اللي هي مثلا انت صفحتك بدها تكون من ضمن التوب 10 او مثلا من واحد لعشرة او من عشرة لعشرين اوكي بتشوف بدك تعمل نكس في شيء اسمه اللي هو اس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزر من خلال تكنيك معين ممكن تزيد انه طبعا في تكنيك معين لهذا الشيء انه تكون صفحتك او البيج تبعتك تظهر من ضمن اول عشر صفحات للشخص اللي بيبحث عن معلومه معينه اوكي طيب نيجي نحكي عن داونلودبل اند ستريمينج ميديا بتحكي هون عن الداونلودز بتحكي عن موضوع الجروث ان برودباند كونكشن يعني فكره انه الجروث باند كونكشن اوكي انيبل لارج ميديا فايلز داونلود الان انت بفضل انه انت عندك انترنت سبيد عالي سرعه الانترنت عاليه ما بتشيل هم الملفات الكبيره جدا في موضوع الداونلود ان شاء الله تكون 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا لكن سابقا هذا الحكي كان مش بالسهولة هاي يعني انت ممكن ملفات اقل من هيك بكتير السايز تبعها وكنت تتغلب في موضوع الداونلود لانه كان في عندك unstable connection للانترنت هلا في عندك هون نحكي على streaming technology مثلا انيبل ميوزك فيديو and other large file to be sent to user in chunks so that the file can play ايش uninterrupted بدون ما يكون عندي اي نوع من انواع الانقطاع يعني بتيجي تحكي مثلا ستريمينج فيديو او مثلا ممكن تحضر انت فيديو معين ديكومنتري على ناشونال جيوغرافيك على اليوتيوب بتحضر فيديو مسلسل او فيلم على نتفلكس وات بتسمع فيديو ميوزك على اليوتيوب ما بصير في عندك انتربتينج ليش؟ يعني سابقا ممكن لو الفيديو مدته دقيقه كان يعمل زي بفرنج اوكي يعني ممكن الفيديو يوقف شوي يعمل بفرنج بعدين يرجع يكمل فبالتالي صار في عندي هون ايش؟ انتربتنج صار في عندي انقطاع لكن بالوقت الحالي انت بتحضر وات ايفر بتفتح على اي شانل لايف مباشر بودكاستنج مثلا برامج البودكاستينج اللي هي ترند في الوقت الحالي اوكي وبتكون لايف مباشر وبرضه ما بصير عندك انه اي نوع من انواع الانتربتنج ما بصير في عندك انقطاع فبالتالي صار في عندك هون اكسبلوجن بالاونلاين فيديو فيوينج يعني انت الان بتشوف انه نسبه المشاهدات على الفيديوهات مرتفعه جدا بغض النظر شو طبيعه الكونتنت تبع الفيديو سواء كان فيديو ميوزك سواء كان مثلا دوكيومنتري سواء كان نشرة اقتصاديه اخبار اقتصاديه برنامج اقتصادي برنامج بحكي عن الحياه البريه زي ناشونال جيوغرافيك اند سو اون اوكي يعني وابسط مثال يعني خلينا نحكي زي التيك توك في الوقت الحالي انه كل فكره التيك توك هو كمنصه اوكي ك كديجيتال بلاتفورم هي عم تعطيك فيديو فيوينج انت عم تشوف بس فقط فيديوهات صح ولا لا وغيرها من البلاتفورم طيب لما نيجي نحكي عن الويب 2 فيتشرز اند سيرفيس اوريدي بالتوبيك 1 احنا وي اوريدي هاف ديسكاست ذس توبيك اوكي okay. او oh, sorry the subject uh, and explain the differences between web 2 and web 3. okay so uh, online social networks serve that support communication among networks of friends and peers. okay يعني yani online social network الان اللي هي uh, الفيسبوك والانستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي بتدعم فكره الكوميونكيشن التواصل اوكي okay, من خلال الشبكات اللي هي بين between families الاصدقاء العائله الوحده اند سو لما نيجي نحكي عن البلوجز هون بنحكي عن البيرسونال ويب بيج اللي هي الصفحات الشخصيه يعني المدونه يعني شخص انت مثلا فاتح مدونه معينه وبتكتب فيها الان ما مش لازم يكون في عندك نولج عن ايش اه الهايبر تكست مارك اب لانجويج اللي هم بيختصروها بال اتش تي ام ال برضه لما بنحكي عن موضوع الويكيبيديا هون بحكي لك انيبلز دوكيومنت تو بي رتن كولكتيفلي اند كولابوراتيفلي اوكي فبالتالي مثلا الويكيبيديا لو انت بدك تبحث عن ترستد سورس مثلا معلومه معينه معلومه جغرافيه معلومه في التكنولوجيا معلومه عن الانترنت بدك تشوف كيف بدات فكره الريفوليوشن تبعت الكمبيوترات لغايه ما وصلنا للوقت الحالي او بتيجي بدك تعرف عن تاريخ الترانزستور فبتشوف انك ممكن تفتح لك الويكيبيديا اوكي لانها عباره عن دوكيومنتس مكتوبه Uh, وهاي الدوكيومنت الانفورميشن كيم فروم تراستد سورسز اوكي طيب نيجي نحكي عن الفيرتشواليتي والرياليتي او نيجي نحكي عن الفيرتشوال رياليتي فيرتشوال رياليتي اللي هم بختصروها في ار اوجمانتد رياليتي اي ار في ار اند اي ار طيب هلا اللي هو الواقع الافتراضي هنا الفيرتشوال رياليتي هو الواقع الافتراضي والاوجمانتد رياليتي اللي هو الواقع المعزز هلا الواقع الافتراضي انه بحكي لك اميرزنج يوزر وذين فيرتشوال <applause> وورد يعني اليوزر نفسه زي ما بحكوها ينغمس في الواقع الافتراضي من خلال مثلا استخدام الهيد ماونت ديسبلاي اتش ام دي مثلا الاشخاص اللي بيلعبوا بلاي ستيشن ممكن يلبس هاي النظارات ويدخل في موضوع العالم الافتراضي ويلعب جيمينجز اند سو so طيب هلا بالنسبة للأوغمانتيد رياليتي إنه بحكي لك overlaying virtual objects over real world من خلال الموبايل ديفايس أو من خلال اللي هي head mounted display مثلا زي أبل فيجن برو خلينا نحكي شيء عصري بال2024 هلا الأبل فيجن برو من شركة أبل أوكي اللي هي النظارة يمكن أكيد شفتوها من خلال الإعلانات المختلفة أه تلبس انت هاي النظاره هاي النظاره فكرتها الابل فيجن برو انها بتدعم اللي هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز at ذا same time راح تحكي لي كيف انا راح اشرح لك اياها ركز معي شوي لو انت لبست النظاره راح ممكن تستخدم اي شيء بخطر في بالك ممكن تفتح صفحه يوتيوب ممكن تكتب اساينمنت معين ممكن تكتب بحث معين، ممكن تحل واجب، تكتب اي شيء على الوورد، تفتح صفحه وورد وتكتب فيها، او تشوف بعض الملفات البي دي اف تمام؟ لكن انت رح تشوفه هون ان فيرتشوال، يعني بشكل افتراضي. طيب، at the same تايم ممكن هاي اللي هي التكنولوجي تبعت ابل، ابل، فيجن برو، تتيح لك اللي هو الاوجمانتيد رياليتي. انا فاتح ملفات اوكي يعني مش عايش فقط بالعالم الافتراضي لا ممكن اشوف الواقع المعزز واشوف الناس والاشخاص اللي حوالي واحط ملفات مثلا في في غرفه معينه او في مكان معين واروح لمكان ثاني احط فيه برضه ملفات ثانيه وتصير العمليه بكل سهوله اوكي ترتب ملفاتك ترك ترتب فولدرز تفتح شاشه معينه الى اخره وبتشوف الناس اللي حواليك او بتشوف الاوبجكتس اللي حواليك لو انت كنت بين الناس راح تشوفهم ات ذا سيم تايم تشتغل بالفيرتشوال وورد لو انت كنت في مكان عام بتشوف الناس اللي حواليك الشوارع الطبيعه اوكي وبرضه بتشوف اللي هي صفحه الويب اللي انت فاتحها او صفحه اليوتيوب اللي انت فاتحها فبالتالي الابل فيجن برو هون بحكي لك انها بتدعم which is support the virtual reality and augmented reality at the same time. طيب, intelligent digital assistant, هون بنحكي عن computer search engine محركات البحث. هلا محركات البحث عادة تستخدم ال natural language, يعني أنت لما تدخل على صفحة جوجل على سبيل المثال وهذا الحكي أنا برضو حكيته بالتوبيك الأولاني لما أخذنا اللي هو الدومين نيم, أوكي, والدومين نيم system ممكن ترجعوا للفيديو في topic 1 وتشوفوا الفرق في موضوع الناتشورال لانجويج والفرق ب او ليش موجود عندي الدومين نيم وليش موجود عندي الاي بي ادرس وليش موجود عندي الدومين نيم سيستم شو وظيفه الدومين نيم سيستم طيب طبيعي جدا انا كيوزر كتكنولوجي او خلينا نحكي كتكنولوجي تعتمد على شيء اساسي جدا انه ايست تو يوز تكون سهله الاستخدام فبالتالي طبيعي جدا انا كيوزر كشخص بدي ادخل على صفحه صفحه معينه مثلا زي جوجل اكيد راح استخدم الناتشورال لانجويج صح ولا لا يعني الانجليزي مثلا بكتب جوجل دوت كوم طيب النقطة الثانية انه بساعد او خلينا نركز على مبدا اللي هو conversational interface او verbal commands مثلا و situational awareness طيب خلينا نحكي على verbal commands اللي هي الاوامر اللي هي الصوتية على سبيل المثال انت هون ممكن كان handle request مثلا appointments, flights, routes, events Scheduling and more مثلا زي الابل سيري مثلا زي الجوجل اسيستنت انت ممكن تحكي مثلا هي hey جوجل وممكن تدخل مثلا اوبن الارم اذا بدك تعمل سيتنج للالارم للألار... ممكن تحكي له اوبن بيج معينه على الجوجل ممكن ممكن تيجي تحكي له مثلا اي شيء بخطر ببالك اوكي اي شيء بخطر ببالك فبالتالي هاي عباره عن فيربل كوماند او فويس كوماند انا بدي نحكي على السيتويشنال اويرنس هون اذا بتشوف مرات على صفحه جوجل هون في البدايه بتشوف انه الرسومات والمسج تبعيتها ممكن تتغير بتغير الاحداث مثلا تيجي تحكي مثلا Mother's داي عيد الام بتيجي بتحكي عن يوم الارض بتيجي بتحكي على أهداف احداث عالميه مهمه اوكي تيجي بتتغير هذا الحكي تمام تيجي بتحكي مثلا عن يوم ال مثلا محاربة التدخين بتحكي يعني الأشياء هاي نحن كلياتنا بنعرفها، أوكي؟ هاي بنسميها عبارة عن سيتويشنال أويرنس، وأنا بتعطي وعي معين، طبعا هذا الوعي عبارة عن مسج معينة وهي المسج أكيد بتستخدم الناتشورال لانجوج. طيب. هلا رح نحكي عن آخر شيء في هاي المحاضرة اللي هي الموبيل أبس. هلا وانا يوز أوف موبايل أبس هاز إكسبلودد، يعني اكيد كلياتنا بنعرف انه النمبر اوف بيبل هو ار يوزنج موبايل ديفايسز particularly اللي هو السمارت فونز انكريزنج صح ولا لا خلال السنوات العشرة الاخيره تمام طبعا اكيد مثلا من ضمن الاشياء الاساسيه اللي هم الانترتينمنت ميديا اوكي مثلا انت بتشوف فيديوهات صور uh, تواصل اجتماعي يعني كل وسائل الترفيه الميديا ممكن تستخدمها من خلال موبايل ابلكيشن الان برضو اللي هي الشوبينج تولز ادوات التسوق يعني انت بتشوف هون بحكي لك اول اول توب 200 براندز هاف ان اب انا ممكن احكي لك بجوز 1000 براندز. او بتحكي لك موستلي uh, عدد كبير جدا من الشركات عندهم ابلكيشن وهذا طبيعي جدا لانك انت كشركه بدك تركز على نقطه مهمه جدا كيف بدك تواكب الادوات الحديثه في موضوع التكنولوجي، ممكن انا سابقا كان عندي ال الويب ابلكيشن اوكي بس خلينا نحكي ريسنتلي الويب ابلكيشن اتس نوت انف انت بتشوف التوجه او الاستخدام الاكبر للاشخاص اللي بيستخدموا التليفونات الذكيه او السمارت فون اكثر من الناس بيستخدموا اللابتوب والكمبيوتر طب انا بدي اروح لشريحه اكبر معناته انا لازم يكون عندي عمليه شيفتنج من الويب ابلكيشن او ممكن احتفظ بالويب ابلكيشن و ذا سيم تايم بعمل ايش انتروديوس او برزنتيشن uh, للي هي الموبيل ابلكيشن فبالتالي اغلب الشركات الها ابلكيشن uh, على الموبايلات فبالتالي البلاتفورم مثلا عندنا اكثر نظامين اللي هم الاندرويد صح ولا لا والاي او اس اللي هو كنظام تشغيل على الايفون من شركه ابل فبالتالي الاب ماركت بليس بيعتمد اذا انت بتستخدم الاندرويد اكيد راح تستخدم جوجل بلاي لو انت بتستخدم الاي او اس راح تستخدم ابل اب ستور وبرضه في عندك امازون اب ستور احنا هيك وصلنا الى نهايه المحاضره بتمنى اني اعطيت صوره واضحه عن الانفراستراكشر للاي بزنس اند كوميرس لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك like وندعم القناه بالضغط على زر سبسكرايب have a نايس nice day سلام